النجاح يحققه فقط الذين يواصلون المحاولة بنظرة إيجابية للأشياء، وبناء عليه تم اختيار التلميذ والطالب القدوة بالانتخابات الحرة للتلاميذ والطلبة، وقد فاز التلاميذ والطلبة الآتي أسمائهم: التلميذ والقدوة لصفوفهم الصف الرابع أي مرتضى صلاح صالح، صف الرابع بي علي فوزي حسن، صف الرابع سي علي زيد مهدي، صف الخامس محمد رضا موسى، خامس بي اياد عمار اياد، صف السادس علي احمد ماجد، صف السادس بي مصطفى ثائر حميد، سابع اي حيدر حسام، سابع بي سجاد قيصر. قلبي غنى للنجحين غنوة حلوة وغنويتين، مبروك نجاح الغوالي، ألف مبارك للغالين.